بونسوار صبايا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل الكرة الفوارة أو الباث بومب. حنعملها بطريقة جديدة، حاولنا نصلح فيها قد ما فينا. في كتير ما بتنجح معهم الباث بومب، يا بتتكسر يا بتفرط، يا يعني بصير فيها مشاكل كتير، خاصة اللي بيكون مبلش جديد. هلأ أول شيء المكونات بتكون مظبوطة وبتنحط بالمولد أو بالقالب بشكل عادي وهيك، بس غلطة صغيرة بتلاقوا غلطة بفتح القالب أو غلطة بأنه نشيلها من المولد السيليكون بتخرب لكم كل الكرة الفوارة. اليوم رح نعمل طريقة جديدة، رح نشيل النشا من الباث بومب. هلا صراحة كتير عملت أبحاث فيها، اللي تقريبا شي 3 أسابيع عم ببحث عن الموضوع أنه ليش بتتكسر أمرار وبتتشقق الكرة الفوارة. في كتير قالوا انه النشا هو اللي بكسرها او زيادة المي هو اللي بكسرها، بس الكمية او قصدي عدد العالم اللي قايلين انه يعني فاتت على فورومز وفاتت على جروبات وهيك، عدد العالم اللي قايلين انه النشا هو بيأثر انه تتكسر الكرة الفوارة، فحبيت جرب اليوم معكم ومنشوف. بس قبل ما بلش الفيديو، اللي عم يشوفني لأول مرة بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك، تفعلوا زر الجرس وليصلكم كل شيء جديد. وهلأ خلينا نبلش. هلأ تنعمل الكرة الفوارة نحن بحاجة ل كوب من بيكربونات الصوديوم، نص كوب من حامض الليمون، بدي كمان نص كوب من الإبسوم سولت اللي هو الملح الإنجليزي، وفيكم تستبدلوه بملح البحر الخشن، ما يكون خشن كتير، يعني خشن بس بيكون ناعم بسموه ملح الخشن. هو بدي كمان زيت الألوفيرا العادي، بدي زيت الجيرانيوم العطري، هحط لها شوية مي كمان ولون مايكا، هأعمل الأزرق. هلا مثل ما بتعرفوا المكونات سهلة وبسيطة، ما بدها شيء، رح نجربها وان شاء الله بتزبط معنا وساعتها بنستغني عن النشا بعمل الكرة الفوارة. هلا اول شيء بدي احط كوب من بيكربونات الصوديوم، بدي احط فوق منهم نص كوب من حامض الليمون، بدي احط كمان نص كوب من الابسوم سولت اللي هو الملح الانجليزي، هيك بكون شكله مثل قطع الكريستال، هيدا معقم ومطهر فظيع للجسم. ليكو شو حلو، منه غالي كتير، استغربت انه سعره حلو. إبسوم سولت بدي اخذ منه نص كوب، اكيد كتير عجبني شكله، بدي اخلطهم اكيد مع بعضهم اول شي بطريقة كتير متجانسة لا ينخلطوا ويصيروا كلياتهم بنفس المقادير. يعني وهلا بدي اخذ ملعقتين كبار من زيت الالوفيرا، وحده اثنين. هلا اكيد اذا بعد بدنا زيت بنرجع بنحط. هلا بقلكم كيف العجينه لازم تكون، بس انا نسيت شغلي بدي احط لها لتعمل رغوه كتير حلوه. هلا بقلكم شو تعملوا، انا عملتها من قبل ونجحت كتير كتير وطلعت بتجن. بدي ضلني اخلط فيهم هلا. انا قلت لكم بدي ضيف لها لون المايكا الازرق، غيرت رايي حضيف لها. بتعرفوا ليه غيرت رايي؟ لانه عامله وحده زرقاء من قبل على القناه، بدي ضيف لها لون الزهر، هيدا لون فوشيا كتير حلو.
فمنشان ما نكون عاملين نفس الشيء. ليكو لونه شو حلو. واكيد الزيت العطري اللي هو الجيرانيو، يعني حطوا شي 10 نقاط. هلا صار فينا نخلط بايدنا. لو بتشوفوا شو حلوه ريحتها، هيدا الجيرانيوم بعقد كثير حلو، حلوه ريحته. وهلا صار فيي زد لملعقتين مي، بس انتبهوا من المي، بدنا نخلط بسرعه مشان ما يتفاعل حامض الليمون مع البيكربونات. لانه اذا تفاعلوا ما بتعود بتعطيني رغوه حلوه. هلا بنشوف اذا بدنا بعد ملعقه مي ثانيه. تماسكيت هيك، لازم تكون متماسكه، يعني ما تفرط معكم. اذا بتفرط بكون بدها شويه زيت. شفتوا صارت متماسكه. هلا بدي احط لها نص ملعقه شامبو، اي شامبو انتم بتستعملوه رح نحط لها نص ملعقه تيعطيها رغوه كثير حلوه. هلا انا عندي شامبو بانتين، بدي احط لها نص ملعقه صغيره تعطيها الرغوه، بدل ما نحط الاس ال اس اي اللي هو معزز رغوه. فانا قلت انه بحط لها هيدي، وبلا ما نروح نجيب مواد كيماويه ونحطها ونروح نفتش عليها وهيك، فهيك تعطيني النتيجه اللي انا بدي اياها ويمكن احلى. جربت لكم اياها انا مره من قبل، طلعت كثير رائعه. هلا رح نضيف شوي ولنبلش نسكبها بالقالب. هيك بتكون صارت جاهزه معنا للسكب. وهلا صار فيي اسكبها بالقالب. مثل ما شفتوا انا عندي هيدا القالب بعده جديد كمان، وفيكم تسكبوها عادي بقوالب مخصصه للباث بوم او للكره الفواره، بيجوا هن هيك مثل ستانلس ستيل، كثير حلوين. انا ما جبتهم بعد صراحه، بس هيدي بتوفي بالغرض كمان. هيدي بتشتروها من محلات اللي بتبيع شغلات اعياد الميلاد والاشياء اللي ببيعوها للكريسماس ونيو يير وهيك. شفتوا كثير حلوه. صار فيي هلا حطها بالقالب. بدنا نتركها هيك اكيد مده 24 ساعه، بنرجع نفتحها ونطلعها من القالب. واذا ما بدكم تتركوها مده 24 ساعه، فيكم تحطوها ساعه بالبراد وتطلعوها. من بعد ما حطيتها بالقالب بدكم تضحكوا كثير، لانه عملنا تجربه صراحه. التجربه ما نجحت. النشا هو مكون اساسي ورئيسي بالعمل الكره الفواره. ليه؟ انا حطيتها بالقالب مثل ما فرجيتكم، وانا عاده بفتح القالب دغري وبتكون بتاخذ العقل سويتها كذا مره معكم. هيدا الفيديو حبيت افرجيكم انه في منهم بيعملوا الكره الفواره بالنشا
وبيقولوا انه زبطت معه. هو شغله غلط لانه النشا بيمتص، شوفوا مع انه قد ايه عطت رغوه، لانه النشا بثبتها للكره الفواره بضبها، يعني بضبضبها بتتماسك. من بعد ما شلت الغطاء الاولاني تبع الهيدي القالب، ليكوا شو صار عندي. بتصدقوا اتفاعلت كلياتها وظهرت من القالب. ييه ما تخيلت اللي عم بيصير. فعن جد وبعد لهلا عم تتفاعل. هيدا الفيديو مهضوم لفرجيكم انه ليكو شو حلوة كيف عم تطلع صابون كتير، بس تفرجوا شو صار. يعني شي صارت مثل العجينة وكبرت ونفشيت، يعني كأنكم حاطين لها خميرة. شو بدي خبركم، حجيب لكم شوية مي بس لشو شو لنعمل، عم نلعب نحن هلا. خلينا يعني ليكو حتى شفتوا كانت كتير حلوة. النشا يا جماعة مهم جدا، بتضحك عن جد. قلنا حبينا نسليكم شوي، وبكره ان شاء الله حنزلكم الطريقه الصحيحه مثل ما عملت لكم اياها من قبل، طريقه ناجحه كتير. وجماعه صبايا ما تستغنوا عن النشا بعمل الكره الفواره. ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو واستمتعوا بالصابون اللي عم يطلع كتير حلو. حلو نحطهم هلا بالبانيو لانه ريحتهم بتعقد، وحلو نعملها صراحه انه ليك شو عم يطلع صابون معقول. حلو نعملها لقلنا شخصية، يعني هيدي أكيد منا للتسويق بالمرة، وإلا بتصير يعني بتفلش بالعلبة كلها يمكن. حلو نعملها شخصية لأنه عن جد كمية الصابون اللي عم بتطلعه شيء كتير حلو. فينا نعملها أكيد كمان تسويقية، بس أكيد مع إضافة النشا. وبكرة حنسويكم أحلى كرة فوارة.